شدد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل على ضرورة التعجيل بإنجاز البنى التحتية في المنطقة العوجة لتسريع عودة النازحين إليها، وطالب خلال اجتماع لرؤساء المنظمات الإنسانية والإغاثية في المحافظة بحضور مدير بلدية تكريت بتقديم أشياء ملموسة على الأرض بما يساعد في تأهيل العوجة كونها تضررت كثيرا من الإرهاب. ووجه اللجنة التي شكلها في وقت سابق بالتنسيق مع رؤساء المنظمات لتقديم خدماتهم كلا حسب اختصاصه في مشاريع الماء والمدارس والصحة وغيرها، وبما يساعد في إعمار هذه المنطقة وعودة أهلها إليها وإنهاء معاناة النزوح.